يا عزيزتي، ما تقعديش انتي واقفة تتفرجي واللي قدامك كلهم سابقينك للجنة بالطاعة، اللي لبست الحجاب الشرعي اللي فرضه ربي، اللي حبست سماع الأغاني، اللي تركت العلاقات مع الرجال، اللي بدأت تحفظ في القرآن، اللي بدلت صفحتها بالحسنات الجارية بدل السيئات الجارية، اللي بدأت تتعلم العلم الشرعي، اللي بدلت صحبة السوء بالصحبة الصالحة، واللي دارت ودارت ودارت إلى ما لا نهاية من الأمثلة الحية. أما أنتي قاعدة مهتمة غير بالموضة، وش آخر أغنية نزلت، وش آخر لبسة خرجت، وخايفة من كلام الناس اللي ما ينفعك لا دنيا لا آخرة. يا حبيبتي، الموت يأتي بغته وأنتي ما زلت تائها. يا عزيزتي تائها، توبي قبل فوات الأوان، بادري قبل أن تغادري. توبي قبل فوات الأوان، بادري قبل أن تغادري.